السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة شيوت مع رجاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنوجد معكم الشفة، صراحة كتجي رائعة وكتوجد معنا في واحد الوقت اللي هو قصير. ودابا غندوزو مكونات والطريقة ديال تحضير هاد الوصفة ديال اليوم، المهم بواحد الطريقة اللي هي سهلة ومغاديش تبقى تعذبكم. وانتم بقاو معايا. كما كتشوفوا معايا هنا عندي نص كيلو ديال الشفه ديال النوعيه تكون نوعيه جيده، وعندي ربع كاس ديال الزيت، وكنديروه بحال هكا على هذا الشكل هذا، حتى كنديروها كلها بداك الزيت بحال هكا مزيان. نحاولوا ندخلوا داك الزيت في ديك الشفه ديالنا كما كتشوفوا معايا مزيان بحال هكا على هذا الشكل. ودابا غناخذوا الكسكاس وغادي نوضعوها فيه. ومن قبل درت الماء في البرمه ودرته فوق العافيه وخليته حتى كغلى، ودابا غادي نستعملها في الكسكاش وغنديرها فوق العافيه ديالنا باش تفور لينا هذيك هاد الشفه ديالنا. ودابا انتوا باش نديروها فوق البرمه كما كتشوفوا معايا، وغنغطيوها بشي بلاستيكه ونخليوها حتى كيطلع فيها داك البخار مزيان حتى كتفور لينا بحال هكا كما كتشوفوا. كنحاولوا نغطيوها مزيان بحال هكا على الشكل هذا، ومن بعد فاش تفورات مزيان طلع فيها داك البخار حيدناها من فوق ديك البرمه وغادي نخويوها بحال هكا على هاد كما كتشوفوا معايا. داك الماء اللي عندنا من قبل اللي كانت درناها كتفور، غناخذوا داك الماء اللي طايب وغادي نضيفوه عليها ونخليوها مده 8 دقائق كما كتشوفوا معايا. وداك الماء ديجا درت فيه الملح ونخليوها مده 8 دقائق. من بعد دوز 8 دقائق غادي نهزوها ونحيدوها من داك الماء ونخليوها حتى كتسقطر مزيان، وكنرجعوها نعاودو نديروها المره الثانيه تفور. ومني غادي تفور المره الثانيه غادي نهبطوها غنعاودو نبردوها حتى اني، ونعاودو نديرو فيها نرصوها بشويه الماء، غير شويه الماء، شي نص كاس الماء ولا ربع كاس ديال الماء، ونعاودو نرجعوها المره الثالثه. والمهم نتلاقاو في التفويره الثالثه ونوريكم الشكل النهائي تاعها كيفاش غادي نديرو الفوره الثالثه. دابا غنرجعوها مباشره فوق العافيه تفور الفوره الثانيه كما كتشوفوا. المهم دابا هذه هي الفوره الاخرى الثالثه. المهم ما صورت لكمش الفوره الثانيه فاش هبطتها. المهم هذه الفوره الاخرانيه الثالثه. المهم كنديروا الاولى الثانيه الثالثه. كما كتشوفوا معايا هنا عندي كاس ديال الحليب وعندي كيس ديال الباني، كنديروا في داك الكاس ديال الحليب وتنخلطو مزيان كما كتشوفوا معايا هكا. وغادي ناخد عندي جوج معالق ديال سكر كلاصي، الا ما بغيتوش ديرو تقدروا ما ديروش. عندي معلقه ونص ديال الزبده وداك الكاس ديال الحليب غنخويه بحال هكا، وغادي نخلط هكا وغادي نغطيها ونخليها حتى كنبغي نقدمها عاد كنجي وكادي نحرك داك المكونات مع بعضهم كلهم. دابا كنغطيوها باش كتبقى سخونه فاش كنبغيو نقدموها كما كتشوفوا معايا بحال هكا، هي باقا سخونه. غادي نحاولوا نخلطوها هكا مزيان كما كتشوفوا معايا، كتجي مفروقه على بعضياتها حبه على اختها، ما كتجينا لا معسنه لا حتى شي حاجه. علاش؟ داك الزيت اللي كيخليها انا مفروقه حبه على اختها. ودابا غنقدموها الشكل اللي بغينا حنا بيه نقدموها به كما كتشوفوا معايا، هو هذا الشكل النهائي تاع هذه الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تتابعوني على القناه وتابونوا عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وحتى اللي ما كيتابعونيش. وهذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو لاحق ان شاء الله.